واحد بيقول من رأي قداستكم في ان خادم في اجتماع الشباب بكنيستنا قال ان الملاك الحارس لكل انسان سيدان معه امام الله على اكماله في رعايته لهذا الانسان ان وقع في خطيه معينه. يعني ان وقع في خطيه هو يتحاسب والملاك الحارس يتحاسب معاه. يا ابن انت يعني شديد شويه ازيد من اللازم. الخادم ده غلطان 100%، لان ما فيش ملائكة هتدان في اليوم الاخير بعد سقوطهم الاول. يعني بيقول لو كان هذا الكلام خطأ مستعد ارسال اسم الخادم والكنيسة يوم الاربعاء القادم. اكون شاكرا ان ارسلت اسم الخادم والكنيسة وفكرتني بالخطأ نفسه. يعني انا جايز تختلط الاوراق وبعض.